الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما نظرية أو ما تسمى فرضية لدورة الحياة Life Cycle Hypothesis، أرجو أن تكون فيها الفائدة العظمى لكم جميعا، وعلى بركة الله نبدأ. تندرج هذه النظرية في إطار موضوعات الإنفاق الاستهلاكي Consumption Expenditure، وكيف يتصرف الأفراد في مجال الاستهلاك. قدمت قبل هذا المقطع عدة مقاطع متتابعة تحدثت فيها عن نظريات الاستهلاك أو ما يسمى Consumption Theories. أولها كان نظرية أو فرضية الدخل المطلق Absolute Income Hypothesis، ونظرية أو فرضية الدخل النسبي اللي هي Relative Income Hypothesis، ثم نظرية الدخل الدائم Permanent Income Hypothesis. وهنا أقدم نظرية أو فرضية دورة الحياة Life Cycle Hypothesis باعتبارها نظرية من نظريات الاستهلاك. نتابع. التمثيل البياني الذي قدمته في أحد المقاطع السابقة، هذا الآن دورة الحياة حسب رأي مودلياني عندي على المحور الأفقي، السنوات العمر تبدأ من صفر وتنتهي بالموت طبعا. لنفترض بأن الآن عند السن 18 بدأ الشخص الفرد في مجتمعنا بالعمل، وبالتالي الآن هذا هو منحنى الدخل لديه بين 18 إلى 60. 60 الآن هو سن التقاعد، وبالتالي الآن عندي قبل 18 بيكون في حالة اقتراض أو ادخار سالب. هنا الآن الاستهلاك هذا اللي هو المنحنى الأزرق المائل الأعلى شوية، هذا اللي هو منحنى الاستهلاك، فبكون مناطق الادخار جاي تحت هذا القوس بين 18 والستين. بعد 60 عاما يعني يأخذ الإنسان يحضر نفسه لنهاية الحياة، وبالتالي الآن هنا منطقة اقتراض، هنا منطقة ادخار، وهذا منطقة ادخار، وهنا ادخار السالب. للتأكيد عليها يعني قمت بالآن إعادة تلوينها، هنا هاي اقتراض ادخار ادخار ثم ادخار سالب. هذه دورة الحياة حسب تمثيل مودلياني. نتابع على بركة الله. الدخل والاستهلاك اللي هو الآن income والاستهلاك consumption، والثروة اللي هي wealth كما تصورها مودلياني في دورة الحياة. هنا على المحور الأفقي دورة الحياة، على المحور العمودي وضعنا الآن consumption اللي هو الاستهلاك، ثم الدخل why، والwealth اللي هو الثروة. في بداية الحياة طبعا بنكون يعني نقول هذا منحنى الآن الحياة بالنسبة اللي هي دورة الحياة بالنسبة للدخل والاستهلاك والثروة، كلها دفعة واحدة اخترنا أن تكون على شكل خط مستقيم، وبالتالي هنا عندي بداية العمل، هنا بداية العمل مهما كان العمر، ربما يكون من 10 سنوات أو 20 شو ما كان، فاعتبرنا بأن العمر هنا يعني immature، غير يعني يعني ليس الآن من الضروري أن نعرف عمر العمل، لكن بداية العمر في مرحلة معينة من حياة الإنسان. هنا الآن 60-65 سنة الآن يصل إلى مرحلة التقاعد هذا الإنسان، بعد ذلك الآن ينحني الخط هذا المستقيم اللي هو نهاية الحياة، وبالتالي هذا الآن المنحنى المتصاعد حتى يتقاعد هنا بال65 سنة، إذن هو من 0 إلى 65، ثم من 65 إلى نهاية الحياة. فقسمها مودلياني إلى الأجزاء التالية. هذا الجزء الأول هو الاستهلاك، لاحظوا لي هنا الاستهلاك أعلى من الدخل، منحنى الدخل هذا، وهنا عندي الدخل المتأتي من العمل عند مستويات معينة قبل 65، وبالتالي يمكن لنا الآن أن ننظر كما يلي إلى هذه الحالة. هنا الآن ادخار سالب، لأن الاستهلاك كان عند هذا المستوى، والدخل كما هو ممثل هنا، وطبعا سيتحول هذا الدخل إلى ثروة بعد قليل، بس يعني دعنا نفسرها شيئا فشيئا. فهنا ادخار سالب، هنا الادخار الحقيقي الذي هو أعلى من الاستهلاك وتحت الدخل. بعد ذلك يبدأ بعد ما يدخل يبدأ بتراكم الثروة، أو هذا الإنسان أو هذا الشخص أو مجموعة الأشخاص يبدأوا بمراكمة الثروة. الثروة إذا يعني في هذه المنطقة هنا وهذه المنطقة الثانية. بعد ذلك الآن هنا الادخار السالب، يعني بيكون بالحالة هي بعد 65 لا عمل، ممكن يجي دخل إضافي من ثروته من استثماراته، لكن من غير العمل. هذه دورة الحياة
حول ما يتعلق بالدخل والاستهلاك والثروة كما تصورها موديليان في دورة الحياة. مهم جدا أخي الطالب حبيب المتابع أن تتنبه إلى هذا الشكل البياني المهم جدا من وجهة نظر موديلياني في دورة الحياة. نتابع. ربط موديلياني الانفاق الاستهلاكي consumption expenditure خلال دورة الحياة مع الدخل والثروة والمدة الزمنية التي يستغرقها الشخص حتى يتقاعد remaining years of work are، وهي عدد السنوات حتى يتقاعد الشخص من العمل. وقد صاغ معادلة الاستهلاك كما يلي، هذه الآن معادلة الاستهلاك C اللي هي الاستهلاك يساوي الثروة زائد R اللي هي عدد السنوات remaining years of work حتى يعني على السنوات التي يستغرق الشخص حتى يتقاعد مضروب في الدخل مقسم على T الآن. فدعني الآن أفسر الآن، هذا الإنفاق الاستهلاكي، هذا الثروة، هذا الآن الزمن حتى يتقاعد، وهذا الدخل الذي يكسبه خلال مدة حياته، وهذه هي ما تبقى من الحياة. هاي الآن دالة الاستهلاك للشخص أو مجموعة الأشخاص الذين يتصرفون على نحو متشابه. فهاي الآن دالة الاستهلاك بالنسبة للفرد خلال حياته أو مجموعة معينة من الأشخاص، لكن ليس كل المجتمع كما تخيل كل المجتمع، سأبينها بعد قليل. لكن هذه الآن ربط بين الثروة والدخل والاستهلاك الآن، هذه الزمن حتى تقاعد، هنا تي ما تبقى من الحياة. أخيرا الآن بالنسبة للدالة الاستهلاك المجتمع كله، فقد صاغها موديلان كما يلي: سي الاستهلاك يساوي A مضروبة في الثروة زائد B مضروبة في الدخل. ما هي سي الآن؟ كما ذكرنا الإنفاق الاستهلاكي، وهنا الثروة، وهنا الآن الدخل. هذه الآن هي الميل الحدي للاستهلاك اعتمادا على الثروة، وهنا الميل الحدي للاستهلاك اعتمادا على الدخل، اعتمادا على الدخل. قبل الأخير الآن، برر موديلياني وجهة نظره في دورة الحياة اعتمادا على الأسس الآتية. الآن تناقص أول يعني أساس استند إله موديلياني بهذه النظرية، تناقص المنفعة الحدية diminishing margin income للدخل، خاصة من الدخل المرتفع خلال فترة اللي هي فترة سنوات العمل. اثنين، على الرغم من حب البشر للحاضر على المستقبل والكثير على القليل، فقد استقر رأي العديد من علماء الاقتصاد خاصة الاقتصاد السلوكي على ثبوت النزعة البشرية عند الكثير من الناس، اللهم ليس جميعهم، ثبوت النزعة البشرية عند كثير من الناس نحو العمل الجاد والادخار خلال سنوات الشباب والإنتاج العالي، ثم النزعة نحو التقاعد والإنفاق من المدخرات السابقة والثروة التي تراكمت عبر السنوات. لكن بقيت هناك بعض الانتقادات التي وجهها بعض علماء الاقتصاد السلوكي إلى نظرية أو فرضية دورة الحياة، ومنها أن الكثير من البشر ينزعون نحو ترك جزء من ثرواتهم للأبناء، لأنه هو افترض بأن كل الثروة ستتبع على الاستهلاك في نهاية الحياة. لكن هناك في كثير من البشر، خاصة إذا كان واحد متدين إلى حد ما، مسلم أو مسيحي، هناك من البشر من ينزعون نحو ترك جزء من ثرواتهم من الأبناء، ومن يستحق التركة من الأقارب. كما أن بعض الناس لا يتميزون بالعقلانية كما ظن موديلياني، وأن معظم الناس لا يعرفون كيف يدخروا ويراكموا الثروة المطلوبة كي يخططوا لدورة الحياة. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت الفائدة لكم جميعا أحبتي الطلبة المتابعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.